ازيكم جميعا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم على قناه بيمزة. في الفيديو ده هكمل كلامي عن التجاعيد وعن افضل ماده فعاله مضاده للتجاعيد، وخصوصا الخطوط الرفيعه اللي بتكون حوالين العين والفم والجبين وبين الحواجب، اللي هي بتتكون مع الوقت بسبب كثره استخدام تعبيرات الوش وخصوصا الضحك. مع ان الضحك مفيد وكل حاجه، بس للاسف بيعمل تجاعيد مبكره لو ضحكنا كتير. الحلقة اللي فاتت اتكلمت على خطوات مهمة لمحاربة التجاعيد وتأخيرها، وعن مادة فعالة مهمة جدا للتخلص من الخطوط الرفيعة للوجه، اللي هي اللي بنستخدمها كبديل للفيلر، بديل الفيلر بس في كريم. هتلاقوا لينك الحلقة دي موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو ده. النهاردة بقى هقول لكم على مادة فعالة تانية للتخلص من التجاعيد نهائيا، وهي موجودة في الكبسولات دي. هنعمل منها سيرم مهمة قوي للبشرة، سيرم ليلي هتستخدميه يوميا، اسمها فيتامين اي فيتوم، بتجيبيه من الصيدليه وسعره قليل جدا. انا مش عايزه اقول السعر، نفسي بعد كده ما اقولش اي سعر الحاجه، لان الاسعار دايما متغيره، فهي سعره رخيص وانت لو سالتي الصيدلي خلاص يعني هتعرفي سعره، وسعره قليل بالنسبه يعني لكل خواصه ولكل اهميته الكبيره جدا. ده معروف باسم فيتامين الحياه او كبسولات الحياه، فيتامين او الشباب. الفيتامين ده مهم جدا، ده يعتبر بديل البوتوكس، بيعمل نفس خواص البوتوكس وبيشد البشرة وبيقلل جدا جدا اي خطوط رفيعة او حتى عميقة موجودة في الوش. الفيتامين ايه بكل مشتقاته فظيع، يعني فوائده فظيعة جدا، بيجي على اي تجاعيد، وكمان بيفتح يعني مع الوقت، بيفتح مش بس الوش، بيفتح كمان اي غمقان موجود في اي منطقة في الجسم، وخصوصا المناطق الحساسة. اغلى وافضل الكريمات اللي بتحارب التجاعيد واثار الحفر واثار الحبوب والبقع البنيه، اغلبها بتحتوي على الريتينول والريتين اي اللي هما من مشتقات فيتامين اي اللي معانا ده. الفيتامين ده هايل لو استخدمتيه صح ويوميا، ومع الوقت هتلاحظي الفرق وهتعرفي اهميته اكتر واكتر، لانه فعلا مفيد جدا. هقولك بقى معلومات مهمة جدا وخطوات عمل سيرم مضاد للتجاعيد من الكبسولات اللي معانا دي. بنجيب علبة غامقة، يفضل انها تكون غامقة علشان تحجز الفيتامين عن الضوء، ان هو حساس شوية للضوء ايا كان ضوء اللمبة ضوء الشمس، فهو يستحسن هو يبعد خالص عن الضوء. تمام، بنجيبها كده وننضفها كويس، وده معانا زيت اللوز، زيت اللوز الحلو، يفضل انه يكون زيت اللوز الحلو. بنفضي هنا يعني كمية بسيطة من زيت اللوز الحلو، يعني انا دايما بحب اعمل على قد ايه، يعني حاجة تكفي كده اسبوع وبعد كده لما تخلص نرجع نعمل تاني. تمام، ونفتح بقى كبسولات فيتامين ايه. تمام، هي بتبقى يعني ايه ماسكة شوية وناشفة شوية وصعبة في ان احنا هنقصها، بس احنا برضو ايه هنقصها من الطرف كده، عايش انا هقص واحدة بس عشان اوريها لكم. هي بتبقى عاملة زي الزيت، يعني مش زي فيتامين اي الذي هو زيت، هتحس ان هو زيت. انا هوريه لكم على ايدي. تمام اهو، بنفضي حوالي 5 او اكتر، لان اصلا الكبسولة صغننة جدا اهي، يعني بعد ما فضيت كمان على ايدي بانت كمان انها زيت. انا حبيت بس اقول لكم ان هو عباره عن زيت. فبعد كده لما بنفضي هنا 5 6 كبسولات على الزيت اللوز الحلو، بنقفله بقى على طول. تمام، ونبتدي بقى نستخدمه ونفرده كسيرم يومي على البشره بالليل مباشره قبل النوم، يعني يفضل ان احنا نستخدمه قبل النوم مباشره، وهايل جدا، وهتستخدميه هتلاحظي الفرق جدا، يعني بالنسبه لقبل وبعد استخدامه، لانه فعلا مفيد للبشره من كل النواحي. نسيت اقول لكم كمان ان الفيتامين ده ينفع جدا كمان لعلامات التمدد، سواء اللي هي بتبقى موجوده في القدم في الرجل من ورا، او بتبقى موجوده على البطن، يعني هي في بدايتها بالزيت هتلحقيها بالسيرم ده وبالخليط ده،
هتختفي وهتروح. لكن لو انت يعني حطيتيه على الخطوط البيضاء اللي هي الستيتش ماركس اللي احنا عارفينها، لو حطيتيه مع وقت متأخر خالص يعني بعد ما خلاص لونها اتغير، مش هي يعني هيقللها شوية، لكن لو حطيتيه ولحقتيه من الاول بيضيع خالص علامات التمدد وبيعالجها خالص. وهو كويس جدا لانه بيوصل لكل طبقات الجلد مش الطبقة الخارجية بس، علشان كده هو ده الافضل والمناسب اكتر كمان لعملية شد الوش وشد الجلد، واكتر من رائع. علشان كده هو ده بديل البوتوكس، هو ده فعلا بوتوكس طبيعي وهايل وجميل جدا وعن تجربة. اتمنى تكونوا استفدتم، ولو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو، ولو عجبكم دوسوا لايك، وعشان تتابعوا كل جديد على قناة بي مزة دوسوا سبسكرايب. باي باي.